مرحبا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من نبض الجماهير، برنامجكم الرائع فضفض، حلقه مليئه بالاثاره والنديه، دربيات كبيره ولقاءات ممتعه، متابعه طيبه وشيقه نتمناها لكم. بكم أعزائي المشاهدين، أولى لقاءات هذه الجولة نأتيكم بها من شمال دولة قطر وتحديدا من مدينة الخور، حين يحل العربوية بجروحهم الكبيرة في ضيافة الخور المتحفز في مباراة قد تحمل كل التكهنات والتوقعات. متابعة طيبة. شل تبي الشير اشتلكة شلولك اشتلكة، عدنان شلولك عدنان، جابولك عبديز بنيد جابولك عبديز بنيد، لعيبة شباب يا بولك، ايش حجتك اليوم؟ ما عندي حجة، حجتي ما عندي حجة، الحين الفريق إن شاء الله بيمشي مثل الحلاوة. ومعانا مجموعة من أبناء الخور في ملعب الخور، اليوم الخور مع العربي شو تسوي؟ ثلاثة. يا مطلع رفيجك وخايف، شكلك خايف. ثلاثة أكيد؟ إيه. يعني كل أسبوع تقولي بنفوز وتخسرون بنتيجة كبيرة، هالأسبوع بتقولي بنخسر يمكن تفوزون؟ والله هو صراحة يعني أنا ما أدري صارت في الفريق آخر 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 مباراتين مع في كم يوم جاء الوقت ما أدري، فعاد إن شاء الله اليوم بإذن الله طالعين من الخور فايزين إن شاء الله. إيش حيسوي الخور اليوم مع العربي؟ إن شاء الله هنكسب إن شاء الله ملعب. نكسب يا عم العربي الأحلام. يا عم العربي ده سهلة، مباراة سهلة اليوم. مباراة سهلة مع العربي. مباراة سهلة مع العربي. يعني ما شاء الله ترسين الملعب اليوم، الجماهير من كل حدب وصوب. اليوم مع العربي، العربي جايكم شبه منتهي، شو بتسوون اليوم؟ والله بقول لك نادي العربي بالذات ما ينعرف متى يكون اوكي متى ما يكون اوكي. اليوم انت اليوم والله احنا ان شاء الله كنا نلعب احسن المباراه اللي راحت، نتمنى التوفيق ان شاء الله. احنا جايين من دوحه ان شاء الله، ان شاء الله نحقق نتيجه طيبه مع العربي، عندنا مبارتين كلهم فايزين علينا بالخمسه بالاربعه. يعني اليوم مع الخور امر يخص في اللي راح، انسى اللي راح. ان شاء الله ان شاء الله اتمنى نفوز احنا ونعدل النتائج. كم ان شاء الله نفوز بس نتائج نتيجه لقواله ما بي بس ابي احنا نفوز بس. والوين تو ذا الخور ان شاء الله. ار يو شور؟ اي فور شور ان شاء الله. انا لو مخايف من فريقي ما كنت جاي. ان شاء الله 2-0 3-0 ان شاء الله. 2-1 2-0 3-1 3 ان شاء الله تكون نتيجه كلنا 2-1. الزاويه الان على يمين حارس المرمى طلعت جبريل ملعوبه عاليه جول جول. اعزائي المشاهدين الاعلام الحمراء ترفع، العربوية يسجلون الهدف الاول، العربي لونه احمر لون الدم غذاء الروح. بدايه زينه، بدايه زينه. شوف الفريق شو الفريق يتعدل فيه هجوم بس الدفاع شو الدفاع تعبان، دفاعنا تعبان. يعني مو مطمن 1-0 جول حلو يا اخي. أنا ما أخاف من الخور، قلت لك ما أخاف من الخور، أخاف من لعيبتي. العرباوي وانتفض وسجل، هنا كرة أمامية، الراسية تتخلص فرصة حتى الجمعة جول. وليم يسجل ومحمد جمعة يعادل. يعني رد سريع من الخور، توني أسأل العرباوية عن هدف التقدم، رد سريع من الخور. رد سريع يا دكتور. هاي لسه المباراة، لسه المباراة ما صار لها نص ساعة، يعني شو بدنا نعمل؟ في لسه في مشاكل في الدفاع. والله إذا أنت تهاجم صح لازم تسكب دفاعيا صح، ما يصير تخلي اللاعب كذي، ما يصير تخليه في كورنر ويلعب الباص عادي سهالات دم جول وتسجل. يا فرحة ما تم. والله ما أدري الصراحة، يعني إحنا جبنا الهدف الأول ما أدري صار في الدفاع، ركبة دفاع يعني خطأ فادح صراحة من الدفاع، يعني ما أدري صاير الحين إن شاء الله بإذن الله طالعين نجيب الهدف الثاني. والثاني الثاني الحمد لله يا رب، الثاني العرباوي عزام شاهدين، المباراة بينونة، ثلاثة أقوال في خمس دقائق، ثلاثة أقوال في خمس دقائق، شو السالفة اليوم؟ شو السالفة اليوم؟ خل عنك التليفون، عربي 2-1، شو السالفة؟ والله الحمد لله 2-1 بس لا يبون التعادل ما
فريقنا وسط هجوم بدون دفاع. 2-1 تبع عربي كوتش فارس صلى 3. والله مع تغيير المدرب ونشوف تكتيك زين، بس ان شاء الله الدفاع شوي هو اللي شوي اللي يعني ما عنده شوي الدفاع مش مستقر وضعه ان شاء الله. المباراه شكلها فيها اهداف وايد، والله اتمنى ان شاء الله بس تكون هذا حق العربي وان شاء الله نشوف لين نهايه المباراه ان شاء الله. يعني الخور جبت تعادل جمع عليكم الثاني، فلا ان شاء الله بيكون امل ان شاء الله للفوز. تعادلون وتفوزون؟ اي بنفوز ان شاء الله. تتعادل اول؟ بنتعادل وبنفوز على الشوط الثاني ان شاء الله. احنا حنفوز ان شاء الله، فوز على العرب، على العرب ان شاء الله. احنا الخور ان شاء الله. ملعوبه سريعه اماميه كوريو يسجل هدف التعادل. الخور لونهم ازرق وبحرهم غزير، اللي يطوف فيه يغرق. يعني انتم الحين تعادلتوا 2-2 مع نهايه الشوط الاول، توقع الشوط الثاني تقلبونه وتفوزون؟ اكيد 4-2 4 العربي. اذا الاهلي اعطوهم 6 احنا نعطيهم 4. بس كل مباراه لها ظروفه، والعربي اليوم غير لعيبه مغير مدرب، خلي غير لهم بكره، احنا فايزين 4. صراحه جول متعه، جول جميل. يعني قلنا لك ان شاء الله انه في امل على 4-2 الحين 2-2 والرابع ونبدا. قلنا لك ان شاء الله في امل على 4-2 تجيبون 4 على العرب. اخر كلام مو على العربي، نادي كبير يعني اربعات. احنا ما قل... والنعم احنا ما قلنا شيء، بس احنا ان شاء الله متفائلين بالخير. محاوله عرضويه الان والدري عدل ويسدد جول. العرباوية في الانتقالات الشتوية 100-100. شكلكم غير، شكلكم حلو اليوم الثالث. الثالث بس أتمنى أن يسكرون الدفاع، المشكلة دائما تكون في الدفاع. سكروا الدفاع يرحم والدك، خلنا نطلع ثلاث نقاط. ترى والله الثلاث نقاط أهم شيء في المباراة. اسمعي بعد، لما تجي تحدث على الجول الثالث يجينا يجي علينا جول، فخليك بعد المباراة، خليك بعد المباراة تأكل من بعد المباراة، معلش خليك بعد المباراة. بعد المباراة خايف دكتور؟ مش على الخوف، بس إنه يعني ضغط ضغط جمهور وضغط مضغوط، فصعب يعني معلش. هيا شوف وصل محمد جمعة عرضية، هذه خطيرة، هذه خطيرة لمصلحة الخوف.